بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الطلبة، جامعة الوطنية للحكومة والتكنولوجيا، كلية طب الأسنان، مادة الترشيح مرحلة ثانية، محاضرتنا gastrointestinal tract system. مثل ما تعرفون gastrointestinal tract الجهاز الهضمي راح يتكون تقريبا من مناطق رئيسية نحكيهم واحد واحد. أول شيء الماوث انفانكس البلعوم والانفان، أوزوفيغاس البلعوم المي، ستومك المعدة، سمول انتستين الأمعاء الدقيقة، لارج انتستين الأمعاء الغليظة، الأنس المخرج، ركتم المستقيم، وعندنا اكسسري أورجان مساندة اللي هي الغدد اللعابية سلفر جلاند والبنكرياس والليبر. جي اي تي او الدايجستيف سيستم از لوكيتد ميني ان ابدومينال بلفيك كافيتي. مثل ما تعرفون هذا ابدومينال بلفيك كافيتي، هذا البدي مال الجسم اللي اخذناه، هذا كان الكافيتي، هذا تشيس كافيتي، وهذا الابدومنا بلفيك كافيتي، هنا راح يصير فيه موجود. ساوند الباي ممبرين نسميه فيزا ممبرين. تعرفون عندنا احنا فيزا ممبرتونيوم اللي هو يغطي الاعضاء نفسيتها، وعندنا بايتا بيتونيوم اللي يبطي القلب، بطن. فهذا الفيزا بيتونيوم، السيرس بيتونيوم كونتينوس، وذا بايتا بيتونيوم عند اكستين بجمود الدجاج الصف از مزنتري. من يتحد هذا الكونتينوس الفيزا ويا البايتا بيتونيوم يصير مزنتري. المزنتري فايدة هولد اورجان بليس بفين تانجوين. شنو فايدة المزنتري هنا؟ هذا المزنتري تشوفون لونه ازرق، يتشلي بالاورجان يخليه مكانه ما يخليه يتحرك، حركة ممنوعة تصير، فيبقى ثابت مكانه. لهذا مثل معلوماتنا ما تطيح بالتجويف، الامعاء الدقيقة ما توقع يعني نوقف. جلبه يعني مو صحيح ولا فيا، هاي وظيفة المزنتري مجلب النبي. نجي نحكي عليهم واحد واحد. هسه نجي للماوث بكا كافيتي تجويف الفموي. الماوث مثل ما تعرفون الابا بروف مالته هاد اند سورت بلاد في الفوق كومباتيشن بتوين ذا ماوث اند نيزر فانكس. يفسن الماوث اند نيزر فانكس يوفي، لو تعرفون اليوفي اللي هاي اليوفي اللي هاي اللي هي مال سوفت تشو ميوكس، واضح مصر واضح. التنج هذا التنج اللسان لاي ان ذا فينتر بول اوف ذا ماوث كافيتي، موجود بالتجويف البطني. فانكس اعتقد حكينا عن السبايتر، فانكس يعني حنجره منطقه البلعوم. اوزوفيغاس المي كولابسر تيوب تقريبا طول مالته حوالي 20 سنتيم، طول مال المي. اكستند فروم ذا فانكس تو ذا ستومك، يمدي من البلعوم ويروح للمعدة، فيعبر يعني تشيس كافيتي، مجرد يعبر تشيس كافيتي عمود واحد من الكافيتي. فوظيفته جيت ذا فود تو ذا تراسك تو ذا ابدومين، ينقل الاكل من تشيس لجوا. بيز ذا دايفرام تقريبا هو يثقب لنا الدايفرام الحجاب الحاجز، هذا level of the 10 بيعتبر بدي فقال ضاي العاشرة. posterior to the trachea and the heart يصير خلف التراكيا والهات. use by stalsis to move from the stomach، يستخدم الحركة على مود الأكل يروح للمعدة. وهذا هو الأوزوفاجس من الأخر. stomach المعدة جيشير شكله مثل جيشير مسكولا بارك، حقيبة عضلية ذات ستور ذا فوت تخزن الأكل وقتيا يعني على مود قطعة إلى تاني بيس. ميكس ذا فود وذا دايجستيف جوز، أكو فرع عصارة هاضمة تحط منه الأكل، والأسيد هو موجود يخرج بالتالي. هنا تقسيمة مهمة مال ستوما ديفايدد انتو فندس بادي بايلويز، هاي منطقة الفندس وهذا البادي وهذا البايلوس. والبايلوس بي بايلويك انتم هذا وبايلويك كنم، هاي تقسيمات الستومك مهمة. ستومك سمول انتستين الأمعاء الدقيقة، هي لونجست بارت اوف ذا المنتري كنم، تقريبا اطول شيء هو الجهاز الهضمي، حوالي طول مالتها 7 امتار. line of the intestine finger like shape villi، الزغابات هاي الزغابات
على مود شنو تونيكي ذا سيرفيس اريا مالتي، لان تعرف هي منطقة مع امتصاص هي 7 متر. small intestine for most of the abdomen cavity، هاي جاي يشوفونها تقريبا most of the abdomen cavity شنو مليانة بال small intestine المعدة. طبعا سكي الدايجستيف انزام بيها وتصير بيها عملية absorption لها عن طريق الزرابات البلدارب اللي هو الثيبات تقسم لنا اياها بالسمول انتستين مهمة اللي هو الديودينو الاثنى عشر لفائف والصائم. الاثنى عشر هو شورت ستركتشر هذا يا الاثنى عشر او هو هذا اللون هذا الاثنى عشر طوله ما حوالي من 20 إلى 25 سنتيمتر. وبو موست ادرين ذا بايلوك ستومك يجي من الستومك يعني تسمى البايلوك ستومك بي ريسيف ذا دكتور فروم ذا جول بدا عند البنكريا جاي تلاحظونه هاي ديودينوم ياخذ لنا دكت قناة صفراوية من المرارة وذكرات من البنكرياس الصبي وين يصبون بالقناة الاثنى عشر في الديودينوم. بعد الديودينوم نجي جوجينوم لفائفي هذا عبارة 2.5 متر طول ما تقريبا 2.5 متر سنتر بورشن هاي منطقة الصرع مثل ما تقول بالنص موست امبلايك ريجن. اللي بعده الصائم اللي هو الاليوم هذا اللون الاخضر طول مالته 3 متر منطقة الهايبوغاستيك هاي منطقة جوين نسميها الهايبوغاستيك. Now join the cecum to the cecum large intestine تصلنا بعدين بالسيكم بالامعاء الغليظة. لارج انتستين هاي اللارج انتستين لارج انتستين تقريبا 1.5 متر طول except with a small intestine does not absorb شكو شي ما يمتص بالامعاء الدقيقة هو لارج انتستين. لارج انتستين طوله 1.5 متر. تقسيماته لارج انتستين تقسم الى 3 سيكم كولون وركتم والكولون القولون تقسم الى 4 اسيندينج قولون الصاعد ترانسفيرس قولون النازل المستعار والديسيندينج كولون القولون النازل والسيجمويد كولون هاي تقسيمات الكولون. اذا لارج انتستين تقسم الى سيكم كولون وركتم والكولون هاي تقسم الى 2. نجي نحكي على السيكم. سيكم هذا شلون هو بلاين ساك هذا السيكم تصل بداية اللاهي وبي ابندكس نعم من السيكم هذا الاحمر احمر شكوني هذا الابندكس هذا السيكم بداية الامعاء الغليظة تتصل هاي الامعاء الدقيقة اللي جنب بيها ويحتوينا بداية عليمة على الابندكس الزائدة الدودية كولون كولون سب ديفايد قلنا هذا يعني كولون هذا الاسندنج وهذا الترانسفيرس وهذا الديسندنج وهذا السيجمويد كولون. ركتم ركتم طوله حوالي من 7 إلى 8 سنتي اللي هو انتو ذا انوس انتي بعدين وين بالفتحة المخرج وبي اكسترنال انس فنكتر نصب. هذا تقريبا ستومك هذا البنكرياس هذا الغدة هذا ديودينوم هذا جيوجينوم هذا اليم وهذا الابندكس هذا السيكم هذا الاسندنج كولون هذا الترانسفيرس كولون هذا الديسندنج كولون هذا السيجموي هذا الاكتم هذا الانال كلام. نجي هسه من الاكسسري جلاند قلنا عليها اللي هنا سلايفري جلاند موجوده يم الماوث جاستري جلاند موجوده بالمعده بالستوما كذلك عندنا الليفر بنكرياس انتستاين جلاند. سلايفري جلاند عندكم فكره عنها اكيد تعرفونها اللي هي السبلينجول سب ماندبل والباروتيد. جاستري جلاند بالمعده اللي موجوده هاي جاستري جلاند اللي هي سكريت انزايم وسكريت اكل اسياف. الكبد الليفر
Liver هو large gland in the body immediately under the diaphragm. هذا الليفر الكبد أكبر gland هو موجود بالجسم بيتونيوم organ موجود بالدون الكبد هو الموجود برايت هايبوكوندريوم هاي المنطقة اسمها برايت هايبوكوندريوم جول بلادر القناة الصفراوية المعارة فاصولية الشكل بير شيب فاكشن مالتها شنو تو ستور اون كونستيت بايل اساس الصفاء من تصنع بالكبد تنخزن وين بالمعارة وتو عن طريق البلياي هاي المعارة بلياي سيستم قناة صفراوية والصبوين بالاثنين عشر لهذا البايل من يصنع بالكبد يتجمع عن طريق رايت اند ليفت كمان هيباتيك وبعدين يصير هذا كمان هيباتيك وعندنا الجول بلاد سيستيك ديكت يتحدن يكون كمان بايل ديك اللي وين الصوب بالاثنين عشر بالديودينوم بالسكند بار وذا ديودينوم تتحد مرات ويا بنكرياتك ديكت بنكرياس غدة البنكرياس معروفة بنكرياس غدة مهمة هي جاك مود دايجستيف كاري اوت باي بنكرياتيك انزايم يعني دايجستيف يستحيل واحد تعرفون ايش بنكرياس مالته هو موجود بالكيرف مال الديودينوم هاي هنا متقسم على الديودينوم بنكرياس بي اندوكاين واكسوكاين دايجستيف هرمون الاندوكاين اللي هو الايلاند والانسولين والجلايكوجين والاكسوكاين جلاند كذلك تفيد للهضم عملية الهضم جايز سكريشن شكرا جزيلا من أراد أن يصل إلى نهاية العام الدراسي معنا فعليه أن يجتهد فيه وإلا ولا يضيع وقته في غير ما كان لأجله وأن يمنحه حقه الكامل وأن يدرس ويصنع لنفسه مستقبلا يليق به فمهما كانت العطلة جميلة ومهما نعمنا بها بالراحة والمتعة فلن تكون جميلة إلا أن أتت بعد تعب وجد فلا شيء في هذه الحياة يأتينا بسهولة ولا شيء يتحقق بروعة وفخامة إلا إن كان قد سبقه تعب في الجد مكللا بالعمل الدؤوب والنية الصادقة والإخلاص في الدراسة الدكتور رافد أمثال حسين اختصاص أشعة تشخيصية شكرا لكم.